حياكم الله مشاهدي الكرام في نشرة هذا المساء وفي عناوينها نتابع. تقارير تفيد بضلوع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وحرسه العسكري بهجمات أرامكو النفطية، فستحمل الأيام القادمة إثباتا على تورط إيران. حول ذلك انضم إلينا من استديوهات باريس دافيد عباسي الصحفي والكاتب الإيراني. مرحبا بك معنا سيد دافيد. ينضم إلينا عبر خدمات سكايب من عمان خبير العلاقات العربية والدولية عمر الرداد. سيد عمر مرحبا بك معنا. سيد دافيد دعني أبدأ معك، كيف تتحضر الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وحتى دول الخليج العربي بشكل عام إلى كل هذه التطورات في هذه الملفات، خصوصا وأن التقارير باتت تتحدث عن إمكانية ضلوع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية بالمسؤولية عن هجمات أرامكو؟ مرحبا، مساء الخير، أهلا وسهلا. لقد نعرف كل العالم اليوم بأن في إيران منذ 40 سنة مش حكومة مش جمهورية مش دولة، منظمة الإرهابي تحكم في إيران. والمنظمة الإرهابي من بداية الثورة بدأ للتدبيب أشخاص من خارج البلد، من العراق، من أفريقيا، من سوريا، وعلمهم الإرهاب. أنا أفكر بأنكم لا تعرفون ساتجا. ساتجا شو؟ ساتجا منظمة إرهابية دولية بني في أيام أولى للثورة الإسلامية في إيران، يعني منظمة لتصدير الثورة الإسلامية في العالم. ومن بداية بدأوا أن يجمعوا الناس من كل بلاد الإسلامي للتدبير، وبكون إرهابيون بعدين برجوا إلى بلادهم. نعم. وبعمل عمليات الإرهابي. يعني السيد علي خامنئي، سيد علي خامنئي من بداية هو كان تقريبا حتى من زمان بازرغان، هو كان زعيم حرس الثورة، وهو كان تقريبا وزير للدفاع الإيراني. فلذلك سيد علي خامنئي من بداية تصدير الثورة والإرهاب. وهذا قضية أرامكو. نعم. قضية أرامكو، أنا عندي هنا صوت علي خامنئي، سيادته سيد علي خامنئي، أنا عندي صوته. هو منذ ثلاث سنوات قال مرات بأننا قوي في العالم فسنضرب السعودي، وقال حسن روحاني أيضا، وقالوا كمان كبار من حرس الثورة نحن سنضرب. وإنما ضربوا طبعا. نعم. بقول هاي هوفيين أنصار حزب الله من يمن. لكن أنا أريد أقول لكم شيئا، من هم حزب الله؟ جهاد إسلامي. طيب هذا موضوع آخر سيد دافيد. نعم، سأعود لك بهذا النقاط. كل هذول حرس الثورة الإيرانية. دعني واحد بدكتور عماد عبد الهادي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن. دكتور عماد مرحبا بك معنا. كل الأنباء تتحدث عن أن إيران قد تصدر أزمتها الداخلية إلى الخارج، كيف تحضر واشنطن برأيك إلى كل ما يجري، خصوصا وأن التقارير باتت تتحدث عن ضلوع إيران في هجمات أرامكو وأن الحرس الثوري هو المسؤول عن ذلك؟ يصدر الإيرانيون. نعم. الإيرانيون أنهم بحاجة إلى. سيد دافيد أنتقل إليك، هل ما ينشر وما يدور الحديث عنه كفيل بأن يغير السياسة الأوروبية وخصوصا السياسة الفرنسية بخصوص الملف الإيراني ككل؟ سيد دافيد هل تسمعني؟ نعم. أنا متعجب جدا كيف العالم منذ 40 سنة لم يرى ماذا تعمل هذه المنظمة الإرهابية في إيران، واليوم يقوده سيد علي خامنئي. منذ 40 سنة كل يوم الجمعة في كل المدن الإيرانية في صلاة الجمعة يصرخون الموت للأمريكا، الموت للإسرائيل، إسرائيل صديقنا منذ 3000 سنة، منذ 3000 سنة نحن أصدقاء مع إسرائيل. وحتى اليوم ما شفنا. لم تجبني على السؤال سيد دافيد. نعم، هذه الأفكار من قبل وصلت إسرائيل. ولكن السؤال سيد دافيد، كيف ستتعامل الدول الأوروبية وخصوصا فرنسا مع كل ما ينشر؟ هنا رويترز يتحدث عن أن مسؤولين إيرانيين هم من
يعني أبلغوا وقرروا هذا الهجوم على رأسهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية. أيضا إيران مستمرة في سحب التزاماتها من الاتفاق النووي، هل هذا كفيل بتغيير المواقف الأوروبية؟ طبعا هذا أريد أن أقول، بأن العالم يعرف أرامكو، وقبل أرامكو كل الصواريخ ضد إسرائيل من قبل إيران، بس مش إيران. أنا أرجوكم لا تقولوا إيران، رجال الدين في إيران، لأن الشعب الإيراني مع الأحرار في العالم، حتى مع إسرائيل ومع أمريكا ومع أحرار في العالم، ونحن بدنا السلام، ما بدنا أي مشكلة مع أي جيران. لكن هذه المناسبة أنا أقول هذا، أنا متعجب كيف الأوروبا، كيف الأمريكا يأتون هذا الفرصة، مش اليوم، منذ 40 سنة، للقتل والدمار في العالم وفي داخل إيران من قبل سيد علي خامنئي وكل الحكومة الإسلامية. هذا متعجب، أنا أيضا والعالم متعجب. حبيبي كيف بيصير، بيعملوا بقتلوا وصواريخ يوميا ضد إسرائيل، صواريخ من يمن وإرهاب في أوروبا، لماذا كل يسكتون؟ عمر رداد، خبير العلاقات العربية والدولية، كنت معنا عبر خدمات سكايب، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لك دكتور عماد عبد الهادي، الكاتب والمحلل السياسي من استديوهاتنا في واشنطن، وشكر موصول لسيد دافيد عباسي الصحفي والكاتب الإيراني من باريس، وأشكرك سيد دحام نزل الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. مشاهدينا الكرام، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونعود إلى ملفنا الثاني في هذا المساء، تبقوا معنا.